تضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقد يوم الجمعة 2 غشت بالرباط برئاسة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المصادقة على محضر دورة المجلس الإداري للوكالة المنعقدة في فبراير الماضي، وعرض حصيلتها وتقييم مشروعي دليل المساطر ونظام الداخلي للجنة الانتقاء والمصادقة عليها. النقاط الأساسية ديال المجلس الإداري كانت هي دراسة ديال المقترح ديال دليل المساطير، وثم برنامج ديال تفعيل الحكمة الجيدة داخل المؤسسة طبقا لمقتضيات القانون الخاص بتحسين الحكمة الجيدة. ففي هذا الإطار درس المجلس الإداري النقطتين. بالنسبة لدليل المساطير حقيقة كانت الاتفاق عليه، ولكن إضافة كان توسيع المجال ديال الدخول ديال لجنة الانتقاء اللي هي لجنة منبثقة على مجلس الإدارة واللي كتصادق على البرامج اللي كتمول الوكالة. كما عرف جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية تقديم أشغال اللجنة المختصة المحدثة من طرف المجلس الإداري، وتقديم مشروع مخطط تحسين الحكامة الداخلية لوكالة التنمية الاجتماعية والمصادقة عليها.